السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم راح نناقش مع بعض موضوع مهم جدا يخص المواصفات والمقاييس. طبعا طرى في بالي الموضوع بعد حادث أمس، والله يكفانا إياكم وإياكم شر الحديد. في أنظمة متقدمة جدا موجودة في بعض السيارات الأمريكية وفي بعض السيارات الأوروبية، وللأسف ليست من ضمن المواصفات والمقاييس السعودية. سبيل المثال، في السيارات الأمريكية الاستخدام الأمريكي والمواصفات الأمريكية، من الموديلات القديمة 2002-2003 فيها نظام أونستار، أتوقع كثير منكم شافوا من قبل، فممكن تكبس زر الطوارئ، وكمان زر الطوارئ يشتغل تلقائي في حالة الحادث. طبعا يتعامل بالأوامر الصوتية ويقدرون يتواصلون معك، لكن للأسف ما يشتغل في السعودية. لاحظوا الآن طلبت أنا النظام اشتغل في حال عدم الحوادث، راح يطلب منك رقم سري إذا أنك حاطه بالأوامر الصوتية. Security code. Security code. First digit. Security code. First digit of security code, please. One. One. Eight. اليوم بإذن الله نتناقش فيه سويا وأشرح لكم بعض الميزات الجدا جميلة الموجودة في هذه الأنظمة. السلام عليكم، اعتبروها تشويقية. اكبس زر النافيجيشن، نو ماب ديسك، ما في سي دي للخرائط، ومع ذلك لما نشغل لاحظوا لما نشغل قناة من قنوات الراديو واضغط الانفورميشن يقول لك ام بي سي اف ام وابها، عارف اني انا في ابها. وكمان هنا قاعد يطلع لي بيانات من محطة الراديو نفسها، مثل الارقام حقة التصويت، راح يطلع لك موبايلي والاس تي سي، رقم الدفاع المدني. لاحظوا الآن قايل لك هذا الرقم للاس تي سي إذا بتتصل على البرنامج اللي موجود الآن على وهذا كمان موبايلي. إذا السيارة عارفة أني موجود في السعودية وموجود في أبها بدون تشغيل نافيجيشن. كيف؟ طبعا للمعلومية السيارة هذه موديلها 2006، يعني مصنعة قبل عدد كبير من السنوات. هذا رقم الدفاع المدني. أكيد بعضكم شاف مثل هذا الأنتينا، هذا خاص بالأقمار الصناعية، موجود في سيارات جي ام سي في الموديلات القديمة لاستخدام الأمريكي، وفي الحديث حتى السعودي. المقطع من الجزء التشويقي، بعض السيارات الأمريكية أيضا تلاحظون أنه في خاصية كل ما أسرعت يزيد صوت الراديو، والعكس تهدي تلاقي الصوت نزل. ليش؟ دليل على أنه برضو الراديو أو المسجل مرتبط بكمبيوتر السيارة بشكل مباشر، ويقدر يعرف كم سرعة السيارة وبناء عليها يتحكم بالصوت. ولكن اللي ما نعرفه أو ما يعرفه البعض مننا أنه في خاصية بالعكس، الراديو يقلل سرعة السيارة، أو بمعنى آخر عن طريق الدخول عن بعد على راديو السيارة أو كمبيوتر السيارة بالأصح نقدر نوقف السيارة. كيف؟ متجهين للحلاق وبعدها زيارة للوالدين، وبإذن الله بعد صلاة العشاء نكمل الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم نكمل موضوعنا بإذن الله. الآن ما عاد في تقطيع، بنكمل للآخر. كثير من الأخوان أرسلوا لي على الخاص أنه البيانات اللي تظهر على الشاشة هي فقط بيانات تبث من محطة الراديو. طبعا جزء من الكلام صحيح، بعض البيانات هي تبث من محطة الراديو، ولكن نبغى نذكر كيف ممكن العالم تستفيد من هذه التقنيات. فعلى سبيل المثال يقدرون يبثون رسائل أنه حالة الطقس سيئة في المكان الفلاني، رجاء الحذر، وما إلى ذلك من رسائل. أنا ذكرت عمدا الربط بين السرعة وكمبيوتر السيارة والصوت والراديو، لأنه لازم نعرف أن السيارات الحديثة صار فيها كمبيوترات تتصل مع بعض، وهذه الكمبيوترات تتصل برضو مع الجي بي اس إذا كانت السيارة فيها جي بي اس، ونقدر نوصل لها عن بعد. كيف نوصل لها عن بعد؟ أقول لكم كيف.
النظام اللي أنا ذكرته اللي هو الأونستار ليس محصور على سيارات جي إم سي، موجود في أنواع كثيرة من السيارات، ولكن قد تختلف تسمياته، اسم تجاري لكن هو نفسه. فعلى سبيل المثال في سيارات جنرال موتورز، وراح أوريكم فيديوهات موجودة على اليوتيوب بإذن الله لاحقا، إذا صار حادث مروري لا قدر الله، مباشرة بمجرد تخرج الإيرباقات نظام الأونستار يتسوي اتصال تلقائي مع مركز خدمة العملاء ويعطيهم إحداثيات الموقع ويتواصلون معك بالصوت على طول، يدخلون معك على الخط عن طريق النظام الصوتي. عشان كذا أنا أوردت الراديو في الموضوع. وطبعا هذا الكلام لا يلزم وجود شبكة جوال، لأنه كله عن طريق الأقمار الصناعية، فيطمنون من حالتك، إذا ما رديت يبلغون الإسعاف. فهذه مفيدة جدا، لأنه في فترة من الفترات قبل 3 أشهر أو 4 أشهر للأسف شفت حادث ونشر عنه في الإعلام، وجد شخص متوفى في مكان صحراوي وما حوله لا سيارة ولا شيء، وكانوا يعتقدون بأنها جريمة جنائية، ولكن بعد البحث اتضح أنه مسكين رحمه الله صار عليه حادث مروري ونزل من السيارة ما حد شافه، وحاول يمشي، حاول أنه ينجو بنفسه، قطع ملابسه، بدأ يشد ويربط على أماكن الجروح، ولكنه توفي رحمة الله عليه. طبعا كان في طريق صحراوي فصار عليه الحادث ولا حد درى عنه، ولا لقوا جثته إلا بعد 3 أيام أو 4 أيام رحمه الله. وللأسف الآن وكالاتنا تدفعنا جزء من هذه الأنظمة، إذا سيارتك مزودة بهذا النظام أنت دافع حقه أصلا، يعني من ضمن قيمة السيارة، ومع ذلك ما تستفيد منه نهائيا لأنه غير فعال للأسف في السعودية. كمان منه فائدة أخرى، لو لا قدر الله انسرقت السيارة، إذا انسرقت السيارة رأس مالها اتصال على الوكيل، ألو سيارتي انسرقت، يحددون لك موقعها. البعض يعتقد أنه نفس الأنظمة اللي موجودة عندنا تشتغل عن طريق شريحة الجوال وتركب فيها شريحة، لا، هذا النظام متطور جدا. فمن ضمن الأشياء الجميلة فيه أنه يحافظ على سلامة البشر اللي خارج السيارة لو لا قدر الله انسرقت السيارة. كيف؟ بما أنه الجي بي اس جزء لا يتجزأ من السيارات هذه، ما هو نظام دخيل مربوط بكمبيوتر السيارة، إذن يقدرون يسوون التالي، بمجرد يقدر يحددون موقع السارق على طول يقدرون يتواصلون معه بالصوت، يعرفون موقعه، دورية راح تمشي وراه وراح يوقفون السيارة. كيف يوقفونها؟ في رسالة شهيرة أتوقع ما في أحد ملك كيوكن من 2007 وأعلى حتى قبلها إلا قد شاف الرسالة هذه، اللي هو انجن باور ريديوس، تظهر على الشاشة بالعربية أتوقع أنه تم تخفيض طاقة المحرك. طبعا تظهر أحيانا كعطل والسيارة ما تقبل دعسة بنزين، تحاول تدعس بنزين ما تمشي السيارة. السبب كالتالي، دعسة البنزين كهربائية لها خط يعطي كهرباء 5 فولت يطلع من كمبيوتر السيارة، إذا صار في خلل في هذا الخط تبطل الدعسة تدعس وتظهر. عن طريق الاتصال عن بعد يقدرون يقطعون هذا الخط، فإذا شافوا السيارة صارت في مكان آمن على طول يرسلون الأمر، الكمبيوتر ما عاد يعطي كهرباء، وهذا طبعا يحافظ على سلامة الناس اللي برا، لأنه الحرامي لما يصير هارب والدورية وراه ممكن يرتكب حادث مروري، لكن كذا يوقف غصبا عنه. وهنا تذكرت مقطع الشاص اللي في معارض الرياض من شهرين تقريبا أو أقل، كيف جنن العالم وصدم السيارات والناس جنبه ما قدروا يوقفوه، ضغطة زر يوقف. غير فوائد الرفاهية الأخرى، مثل وانت ماشي في مدينة ما تعرفها تبغى مطعم، تطلب الأونستار يدلونك على أقرب مطعم يطلع لك في الشاشة وتتجه له. عندهم كمان خدمات كونسيرج، وانت ماشي ألو السلام عليكم بالله أبغى تذكرة أبها الرياض في التاريخ الفلاني، يسوي لك حجز لأنك دافع رسوم، وغيره من الخدمات الأخرى. بل وصلوا إلى بعد من ذلك، بقول لكم الآن برضو مثال، اللي منكم امتلك سيارات أوروبية مثل بي ام دبليو أو بعض السيارات الإنجليزية مثل الرينج روفر، بل حتى شيفروليه الكابرس القديم، فيها شيء اسمه دبل لوك، لما تقفل السيارة وتضغط ضغطتين لو في أحد جالس جوات السيارة ما يقدر ينزل منها، ما ينفتح من داخل نهائيا. قدروا يوصلوها أنه بعد ما يوقفون السيارة يقفلون على السارق جواتها، ما يقدر ينزل منها إلى أن يتم القبض عليه. بل كمان في خدمة أجمل منها، أنا قفلت على مفتاح سيارتي داخلها، أقدر أتواصل مع مركز الخدمة أعطيهم الرقم السري يمكن سمعتوه اليوم يفتحوا لي السيارة. برضو وصلوا أبعد منها بكثير، أنه يفحصوا لك السيارة عن بعد ويرسلوا لك التقرير على الإيميل يقول لك سيارتك فيها العطل كذا وكذا وكذا. طبعا
كل الكلام هذا تقنيات قديمة جدا يا شباب اللي أنا قاعد أتكلم عنها، ولكن تخيلوا في تقنيات ظهرت وانقرضت ولا استفدنا منها. الآن البوصلة بدأت تختلف، نيسان نزلت نظام، فورد نزلت نظام، عن طريق جوالك تقدر تسوي كل هذه الأمور. يعني علشان تكون الخدمة أسرع، كل عميل هو اللي يتحكم في سيارته، ونزل هذا النظام في سيارات نيسان في الشرق الأوسط، ولكن في سيارات جنرال موتورز وسيارات فورد ما شفتهم منزلينه عدا في أمريكا تقريبا وأوروبا. حبيت أخذ بكم جولة بسيطة على بعض التقنيات اللي موجودة وإحنا ندفع ثمنها ولا نستفيد منها. أتمنى أني وفقت، وبإذن الله في الفترة القريبة القادمة راح أسوي مقطع كامل عن هذه الأمور وأنزله على قناتي في اليوتيوب. طبعا الأنظمة كثيرة جدا، لو أقعد أتكلم عنها ما راح أخلص، لكن ماني حاب أطول عليكم أكثر من كذا. انتظروا كل الفيلم في اليوتيوب بإذن الله. في الأيام القادمة حاب أنه أتكلم عن موضوع حقوقنا الضائعة مع شركات التأمين. إذا تفضلون أني أتكلم عن موضوع مثل كذا، سووا كابتشر للصورة. إضافة أخيرة يا شباب، اللي يبغى يبحث عن الأنظمة اللي أنا ذكرتها يدخل اليوتيوب ويكتب OnStar System، حيلقاها عن General Motors. وكمان أتوقع تفسير منطقي وصلكم أنه كيف بعض الهاكرز قدروا يتحكموا في سيارات ويسوقونها أو يقودونها عن بعد. ما أدري، باقي نفسي أهدر، الموضوع شيق لما ندخل في التقنية، لكن ما بطول عليكم أكثر من كذا، وأعدكم بحلقات تقنية أخرى قريباً.